هذا مجلس إدارة نادي اتحاد الكرة ونائب رئيس الاتحاد والمشرف العام على منتخبنا الأول. كابتن حسن مساء الخير يا فندم. مساء الخير كابتن حازم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل معانا سنة كابتن وحضرتك عبد طيب، الظاهر السائق. وسلامي لكابتن عبد الظاهر. الله يخليك يا استاذ حسن، الله يخليك. كابتن حسن مساء الخير، ويعني تحياتي لحضرتك، وان شاء الله ساعات قوية لمباراة السنغال بإذن الله. لكن خلينا اكلمك عن ان ماتش شاء الله. السنغال يا كابتن حسن. اتفضل. السنغال فول تيم، لعيبه جايه فيرست تيم، ولا زي في ناس يعني بعض الاشاعات او بعض الكلام ان ده المنتخب الاولمبي ممكن يكون مطعم بعض اللاعبين المنتخب الاول؟ الهيد كوتش موجود، ده اللي يهمني نمره واحد، اللي هو مدرب الفريق الاول. تمام. اذا عاوز يلعب هو بالمنتخب باللعيبه اللي تحت السن، انت عارف ان كل المنتخبات دلوقتي لعيبتها الكبيره بتبطل، حتى احنا وحتى مستر كوبر مع الكابتن حسام البدري كان عاوز ياخد لعيبه المنتخب الاولمبي ويلعب بيهم، لان المستقبل والامل للعيبه صغار السن. لا يعني المنتخب ده، يعني المنتخب ده هو جاي منتخب اولمبي. اللي عندي اللي انا بصيت عليها بعد ما سمعت الاخبار اللي تداولت عندكم كلها لعيبه محترفه في انديه اتلتيكو مدريد، في ايطاليا، في البرتغال، في ساوث كل هامبتون، في انجلترا، في بتاع ساوث هامبتون ماني موجود. ده اللي يهمني. هو بيحصل التكلم. يعني يا كابتن الاسامي اللي موجوده محترفين، ما هو ممكن يكونوا محترفين بس في الناشئين، في انديه صغيره، في انديه في ايطاليا، ولو بيلعبوا على الفرقه الاولى في انديتهم في اوروبا. يعني ماني ساوث هامبتون قصاده لعب كام مباراه في ناديه. يعني الكلام ده مش صح، اللعيبه كلها الفرقه جايه فول تيم. لا طبعا احنا عندنا في مصر حضرتك عارف يا كابتن حازم والكابتن عبد الظاهر، اي واحد يكتب خبر صغير تلاقي الدنيا كلها بتتكلم عليه. معلش احنا بنتاكد من حضرتك عشان حضرتك تاكد لنا الموضوع. يعني هو في جميع الاحوال هو اختبار، هو يعني ماتش ودي، وراجل بيحاول يشوف فيه لعيبه جديده برضو. عندنا الامور مستقره، كله تمام الحمد لله، في كله تمام. احنا قاعدين اقامه الحقيقه يعني على اعلى مستوى، اللعيبه كلها موجوده في الملعب، ما عندناش اي مشاكل الحمد لله. رب دايما. الحقيقه الجاليه المصريه كلها موجوده معانا في التمرين، السفاره كلها من السفير لاصغر واحد موجود في التمرين. استقبال جيد، احنا حاسين ان احنا بلدنا الامارات طول عمرها طبعا بلد مضيافه وبلد الكرم كله، فالحقيقه حتى المسؤولين ما سابوناش ولا دقيقه. ده كالعاده، وكما عودونا دائما اهل الامارات وشعب الامارات الجميل. صحيح، ناس افاضل وناس محترمين جدا. طبعًا. لكابتن حسن بشكرك كابتن حسن، شكرا جزيلا، ودايما نشوف حياتك على طول في احسن حال، المشرف العام على المنتخب الاول ونائب رئيس الاتحاد. طبعا يمكن الكلام كان طلع ان في منتخب اولمبي او بعض عناصر المنتخب.